في خطوة لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف، اشترت جوجل مؤخراً شركة ريدوكس البريطانية التي تطور تقنيات تجعل الشاشات تعمل كمكبرات الصوت. وبرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من ريدوكس، إلا أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أكدت أنها باعت أسهمها لجوجل في 13 من شهر كانون الأول ديسمبر الماضي.